السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما انتم شايفين كده، هو دي حبايبي، حفلتي لأولادي في عيد ميلادهم. هنقول بقى بالتفصيل انا عملت ايه في عيد ميلاد أولادي. ودي الترابيزة التانية فيها باقي الحلويات. انا بس الاول بعرض لكم الحاجات الاول. وطبعا ما تنسونيش اذا عجبكم من الفيديو ما تنسونيش في اللايك، و تنسونيش في دعواتكم الحلوه اللي في ظهر الغيب، ولكم المثل واحسن ان شاء الله. ونتكلم بقى باستفاضه عن الحفله اللي انا عاملاها لاولادي في عيد ميلادهم. هنا هو الدبت زي ما انتم شايفين، هنا هو ده الجاتو شاتو، الكيكة الاقتصادية عملتها. طبعا خشوا على فيديوهاتي وعلى قناتي وشوفوا القناة الاقتصاد الكيك الاقتصادي. وطبعا هنا هو الدوت قطع من الجيلي، حطيتها كده هو لسه زين بيها الكيك او الجاتو شاتو. وهنا هو زي ما انتم شايفين هنا البسطة فلورا بتاعتنا ديت. بسطة فلورا بسيطة جدا وسهلة جدا، معلش بقى ما جبتهاش، هبقى اجيبها لكم مرة تانية بالتفصيل. لا هقول لكم الطريقة بتاعتها. طبعا الطريقة بتاعتها هنا هو 2 كوبايتين دقيق ومعاهم 1/2 كوباية زيت، ومعاهم كمان طبعا انا مش هملاها بيض، وكمان 1/2 كوباية لبن رايب. وهي طرية جدا شايفين، عشان في ناس بتقول بتطلع مننا ناشفة. طبعا اللبن الرايب بتاعنا هو اللي بيخليها طرية كده وحلوة. وبعد كده عجناها، طبعا حطينا معلقة خميرة وحطينا معلقة بيكنج باودر ومعلقة خل، وعجننا بماء دافي وقعدنا نعجن لحد ما بقت عجينة يعني ايه ملزقة، لكن مش بتلزق في ايدينا زي ما شفتوا معايا في المعجنات اللي انا عملتها لكم. وفردناها كده اهوت في الصينيه بعد ما خمرت، وحطينا عليها المربى. انا حاطه مربى مشمش واخدت حته، طبعا هي ملزقه، فانا الجزء الشرايط دوت انا ايه عملته ايه، جبت شويه دقيق وقعدت حطيتهم على قطعة العجينة دي وقعدت اعجن فيهم كويس لحد ما تمسكت، وقطعتهم كده هوت بالسكينة يعني مش بالقطع ولا حاجة لحد ما بقت ايه الشكل ده. بعد ما حطينا المربى استوت وبقت الشكل الجميل ده، وطعمها طبعا جميل جدا زي ما بعملها. تعالوا شوفوا معايا بقى الحلويات دي، شايفين الحلوة ديت بقى. طبعا دي برضو نوع من انواع المعجنات، ده معجنات بالزبدة. المعجنات بالزبدة ديت برضو نفس الحكاية، جبت الدقيق وعليهم معلقة زبدة، وحطيت 2 معلقة سكر، وهنا هو دوت الكستر بالشوكولاتة، وعملت كده دوت بكوع الكوبايه كده، وحطيت قطعه شوكولاته كستر بالشوكولاته في النص. ودي كمان هنا هو دي معانا بسبوستنا الجميله اللي بالجيلي، زي ما انتم شايفين كده هو الجيلي اخضر والجيلي احمر بالفراوله والتاني بالايه بالاخضر ده بالكيوي. بس وطبعا زي ما انتم شفتيني قبل كده عملت البسبوسة سهلة وسريعة واقتصادية، وطبعا طعمها حلو. هبقى اكلمكم عن كل حاجة باستفاضة ان شاء الله، هعمل لكم كل حاجة. بس انا النهارده كنت مستعجلة فقلت اخلص حفلة عيد ميلاد اولادي واخلص لهم الحاجة، وبعد كده بقى ايه نبقى اعمل لكم كل حاجة على حدة. وهنا هو ده الكراسو الميني مولتو، شايفين. فطبعا نفس العجينة بتاعت الزبدة، وحطيت في كل واحدة قطعة الكرواسون معانا، حطيت في كل واحدة قطعة شوكولاتة، معلش بقى. وهنا هو طبعا الكب كيك زي ما انتم شايفين،
كب كيك اهو بالشوكولاتة، وحطينا عليها برضو صوص الشوكولاتة او كريمة الشوكولاتة الاقتصادية. وهعمل لكم ايه، هعمل لكم فيديو عن الكريمات الاقتصادية ان شاء الله. وهنا هو حطينا هنا هو دل هنا هو بقى حطينا على كل واحدة شوكوبن زي ما انتم شايفين. وهنا هو كمان معانا الجلاش المحشي كنافة، طبعا طعمه جميل جدا واقتصادي جدا. طبعا تجيبوا لفة الجلاش وتحشوها بالكنافة، بس انا المرة دي حطيت الكنافة نية، ما سويتش الكنافة الاول او حمرتها الاول بعد كده حطيتها في قلب الجلاش. لا انا حطيت الكنافة نية مع المكسرات وشوية سكر عشان تديها حلاوة، ولفتها وبعد ما استويت حطينا عليها سيرب او شربات او الشيرة زي ما كل دولة بقى بتقول. جبت لكم كل المسميات. هنا هو معانا بقى زبدة، خبز الزبدة برضو بنفس طريقة العجينة بتاعت المعجنات، برضو هي نفس الطريقة عملناها، بس زيادة فيها. هنا هو زودت الزبدة شوية وحطينا على الوش كده هو ايه، حطينا على الوش سمنة، وكمان حطيت عليها حبة البركة. وهنا هو بقى كمان النوع دوت كمان ايه، هو طعمه شبه كده هو الشو برضو. العجينة دي انا عملتها قبل كده، سهلة وسريعة واقتصادية ومحشية بكراميل التفاح. وطبعا نوع الحلوى دوت انا قليته في الزيت، ومكوناته معلقة سميد بسبوسة على ايه، معلقة سميد بسبوسة على 10 معالق، 10 معالق دقيق ابيض خلاص. وعجناهم كويس، وطبعا معاه خميرة وبيكون بودر. هتلاقوها برضو على قناتي الوصفة ديت، وصفة سهلة وسريعة حلوة اقتصادية. وهنا هو بقى دوت النوع ده كمان الجميل دوت، النوع دوت ايه، نوع البابا. البابا طبعا احنا جبنا لكم البابا قبل كده. نوع البابا دوت سهل وسريع واقتصادي جدا، بس انا يعني ايه المرة دي حطاله لبن رايب وحطاله، هقول لكم المقادير. حطيت معلقتين، الكمية دي كلها، الكمية دي كلها بكوباية دقيق واحدة. كم واحدة؟ 3 6 9 بكوباية دقيق واحدة. يعني المج بتاعنا عملنا بيه الكمية ديت اللي عملت بيها ايه حفلة اولادي. وطبعا البابا ده عملنا بيه ايه، حطينا كوباية دقيق وعليهم معلقة خميرة ومعلقة بيكنج باودر واللبن رايب برضو عجننا بيه، ومعاهم كمان شوية مية دافية. وقعدنا نعجن لحد ما بقت العجينة سايلة، وقعدت اخبطها جامد لحد ما بقت ايه كده هو شبه كده هو عجينة الكيك. وصبناها في القوالب اللي بالشكل دوت كده هو، وخبزناها. طبعا استوت وبقت حلوة وجميلة. طبعا احنا ما حطيناش لا سكر ولا اي حاجة. اول ما طلعت من الفرن سبناها لما تستهدى شوية كده هو بردت خالص، علشان احنا هنحطها في سيرب، في سيرب او الشربات او الشيرة، بس يكون ايه الشربات دوت يكون خفيف، مش شربات تقيل زي بتاع الكنافه، ويعني يكون خفيف خالص كده زي ما هي، بس ايه طعمه مسكر. هنسقط كل واحده في قلب البتاع، في قلب الحاجه اللي انت عامله فيها الشربات، يا اما لو خايفه عليها لا تتكسر زي ما هي كده اهوت في قلب القالب، او زي ما هي كده اهوت في قلب الصينيه او الطبق اللي انت، طبعا مش اللي انت يعني هتقدمي فيه، هتسقيها بالشربات. بس هي بتحب تتسقى شربات كتير جدا او شيره كتير او سيرب كتير علشان خاطر تنفش معانا وهتدينا الضعف، بدل ما هي كده اهوت صغننه قوي.
هتتضاعف معانا وهتبقى كبيرة. وهنا هو معانا، هنا هو عصير مانجا عملته، مانجا عصير المانجا سهل، بننضف المانجا ونحطه في الخلاط ونضربه طبعا مع شوية سكر. ويا رب النهاردة يكون الفيديو النهاردة حلو وسهل ويكون مرفه على قلوبكم يا رب، وكونوا انبسطتوا بيه. ما تنسونيش بقى في اللايكات الكتير، شايفين الحاجات اللي انا عملتها، بس عشان كان الوقت مزنوق عشان كده انا ايه يعني ما عملتش حاجات اكتر. كان نفسي اعمل حاجات اكتر من كده هوت. فالحمد لله يعني ان انا عملت الكمية دي، انا ووقتي مزنوق ما كنتش فاضية النهاردة. فيا رب تكونوا النهاردة انبسطتوا معايا. ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد وكل مفيد وكل اقتصادي ان شاء الله. ونختم كلامنا وسلامنا على حبيبنا محمد ابن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تنسونيش في دعواتكم الحلوة اللي في ظهر الغيب، ولكم المثل وأكثر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.